عملية عسكرية برية اسرائيلية في سوريا، عنوان ضجت به وسائل الاعلام الغربية نقلا عن مسؤولين امريكيين ونقلت وقائع مثيرة عن عملية نفذت من قوة اسرائيلية خاصة. ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية هذه الخريطة لما قالت بانه رسم بياني لاماكن الانزال الذي ادى بحسب ما ذكرت هذه الوسائل الى تدمير مركز بحوث تابع للحرس الثوري الايراني وحزب الله. لكن ما الذي حصل ليل الأحد الاثنين؟ بدأت الأخبار عندما نقلت وسائل إعلام سورية أن موجة من القصف الإسرائيلي غير المسبوق على سوريا نفذت على أربع دفعات وتحديدا على منطقة مصياف التي تقع في جنوب غرب مدينة حماة على مسافة 48 كيلومتر من الحدود اللبنانية هذا القصف استمر لمدة ساعة تقريبا عبر الطيران الحربي وبحسب وسائل اعلام غربية لم تكن الطائرات الحربية الوحيدة في هذه العملية فقد ترافق القصف مع هجوم مسيرات اضافة الى طائرات مروحية هجومية اسرائيلية لكن المفاجأة كانت بالاعلان عن مشاركة قوة خاصة اسرائيلية بحسب وسائل الاعلام الغربيه في العمليه وهي نفذت انزالا الى داخل المنشاه المهاجمه في مصياف وقيل بان القوه اشتبكت مع حرس من الجيش السوري اضافه الى عناصر تابعين للحرث الثوري الايراني وحزب الله وتمكنت من الحصول على وثائق لأسلحة كيمائية عمل الحرس الثوري على تطويرها في المنشأة وسائل إعلام سورية تابعة للنظام تحدثت عن أكثر من عشرين قتيلاً خلال العملية وعدد من المصابين نقلوا الى مستشفى مصياف الحكومي في حماه واضافت وسائل الاعلام الغربيه بان القوه الاسرائيليه الخاصه تمكنت من اسر ايرانيين اثنين من المكان لكن مصدرا رسميا ايرانيا نفى ان تكون هذه الاخبار صحيحه وانها مجرد اكاذيب خبير عسكري قال للان تي بأن القصف الإسرائيلي غير المسبوق على سوريا كان مستغربا من ناحية كمية النار وطريقة القصف التي توحي بأنها عمليات تسبق في طبيعة الحال عمليات إنزال وهذا ما فعلته إسرائيل سابقا خلال حرب تموز عندما نفذت إنزالا في البقاع اللبناني وأضاف بأن إسرائيل تحاول عبر الاستهداف المستمر للمنطقة الممتدة من القصير حتى حماة قطع طريق الإمداد من سوريا إلى لبنان خصوصا أن إسرائيل تعلم أن حزب الله لديه قوة نارية كبيرة في سوريا وهي موصولة إلى البقاع وهذا ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بعد عملية الأربعين بكشفه أن المسيرات انطلقت من البقاع وحتى وسائل إعلام قريبة من الحزب ذكرت في الساعات الأخيرة خطة إسرائيلية للدخول من البقاع نحو لبنان العمليات البريه الاسرائيليه على سوريا ان صحت هذه الروايات تعني ان المنطقه دخلت في مرحله جديده من الحرب وبان غرب سوريا جزء من المعركه القائمه بين حزب الله واسرائيل